افتتحت لجنة دعم ترشح موريتانيا لمنصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات أعمالها أمس بنواكشوط لبحث ومناقشة كيفية متابعة إنجاح عملية ترشيح البلاد. أشرف على افتتاح الورشة وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بحضور عدد من المختصين والعاملين في مجال الاتصالات. مجموعة من خبراء تكنولوجيا الاتصالات المحلية والدولية جميعهم كانوا على موعد مع الورشة المنظمة لصالح دعم ترشح موريتانيا لمنصب الأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات بغية تبادل الآراء والخبرات حول ماهية وكيفية مواصلة دعم هذا الترشح حتى تتكلل مهمته بنجاح. لا يخفى عليكم أهمية هذه الهيئة المنبثقة من الأمم المتحدة، من أهم الهيئات الأممية، لأنها تهتم بقطاع حساس ومهم مربوط بالتنمية، تنمية العالم كامل، وخاصة السنوات الأخيرة قبض اللي أهمية أكبر من اللي كان عنده، اللي القطاع تميز بأنه قطاع محوري، وتطور لهذه التقنيات الإعلام والاتصال اجعل عنها قبضت أهمية أكبر من اللي كان عندها بكثير. وعليه حدها معد والشخص الثاني في هذه المنظمة، يا الله نعرفه كامل، يعني هذا مهم، مهم لموريتانيا ومهم لإفريقيا ومهم للدول العربية ومهم للعالم. الدكتورة فاطمة تمت محمد السالك وهي شخصية نسائية وطنية اختارتها الدولة الموريتانية ممثلة لها بعد تزكيتها من طرف الجميع. ويشهد هذا المنصب الدولي تنافسا حادا من قبل 5 دول عربية وأوروبية، إلا أن بعض تلك الدول مثل مصر وتونس قد تنازلتا عن ترشحهما إكراما لبلدنا ودعما له من أجل خلق فرصة أكبر أمامه للوصول إلى هذا المركز الحيوي.